فضيحة في الحرم العثماني أدت إلى استبدال الطواش البيض بالطواش السود. ليس هذا فقط، بل وضعت شروط صارمة للأوصاف التي يجب أن يكون عليها الأغوات حتى يتم قبولهم للعمل في حريم القصر. عن هذا الموضوع أعزائي سيكون هذا التقرير من قناتنا منارة الثقافة، لكن قبل أن نواصل ندعوكم إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. يروى بأنه في عهد السلطان مراد الثالث وقعت حوادث تقارب بين نساء الحريم وأغوات من البيض. شكل هذا الأمر فضيحة في القصر ليتخذ قرار استبدال الأغوات البيض بالأغوات السود. فيذكر في كتاب الدولة العثمانية المجهولة مثلا بأن استخدام العبيد البيض في وظيفة أغا دار السعادة قد استمر إلى سنة 1572، وفي هذا التاريخ عين مراد الثالث في هذه الوظيفة أحمد آغا الحبشي ليحل بذلك الطواش الزنوج شيئا فشيئا محل الطواش البيض. كان ذلك لتشديد التضييق على منافذ المحظورات والافتتان، فلقد عرف الأغوات البيض الأوروبيون بجمالهم ممن جرى عليه تقارب بين نساء الحريم وهؤلاء الأغوات. ولتفادي مثل هذه الحوادث أصبح هنالك أوصاف معينة ومعايير خاصة، فلا يتم قبول الآغا إلا إذا وفى بهذه الشروط. ولقد ذكر في كتاب قابوس ناما خضوع استخدام الأغوات أو الطواشي في الحريم إلى علم السيماء أو علم القيافة، ولقد ورد فيه ما يلي: بلغنا الآن صفات العبد الخصي الخادم، فليكن شديد السواد وعبوس الصورة ومجعد الوجه، ضعيف البنية وخفيف الشعر ومفرق الأسنان، ورفيع الصوت مطيط الشفتين، وواسع الأنف وقصير الأصابع، وقصير الطول ودقيق العنق. فمثل هذا ينفع خادما في السراي ولا يفيد الخادم الأبيض في السراي وأحمر الجلد خاصة، واحذر أشد الحذر من الخادم الأشقر فاجتنبه، خصوصا المنتوف شعره والدامع عينه الجامعة للقذى. فيقال أن مثله يحبب المرأة لنفسه أو ييسر السبيل ليحبب المرأة إلى غير نفسه، فالحاصل لا خير فيه. ويضيف الكاتب بأنه من الثابت من الأبحاث والوقائع التاريخية بأن قسما من المخصي يستعيدون بعض قدراتهم، ولهذا فلقد اتخذت هذه التدابير خوفا من وقوع محظورات في الحرم. أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أفادكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ رشيد، إلى اللقاء.